بسم الله الرحمن الرحيم. 50 عاما ولا رجع ولا خبر، ولا صلاح ولا سعد ولا عمر. 50 عاما وتبكي من مصائبنا أوطاننا ويضج الصخر والشجر. 50 قهرا وتعذيبا ومجزرة يكاد من ظلمها التاريخ يستعر. 50 عاما ما جفت مرابعنا من الدماء وكل الناس ما شعروا. 50 دمع الثكالى لا يشابهه على المصابين لا سيل ولا مطر. يا أيها الناس، إن اليهود يبهتون يخونون يغدرون، أهل زور أهل كذب أهل الغدر والخيانة. ماذا قالوا عن الباري جل في علاه الذي تفرد بالجمال والكمال والجلال؟ يقولون فقير. إنهم الذين يهدمون مساجدنا في فلسطين، إنهم الذين يبجعون بطون أطفالنا في فلسطين، وقتلوا الأنبياء. يا الله، قتلوا 400 نبي. يا نشروهم، سفكوا دماءهم. يا الله، محمد تدبر له مجزرة، محمد يغتال، محمد يقتل. إذا قتل محمد فلتمت العدالة. 50 يا آه ما جفت مرابعنا من الدماء وكل الناس ما شعروا. 50 دمع الثكالى لا يشابهه على المصابين لا سيل ولا مطر. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة، تقدم الصرخة الأخيرة لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديراً، وتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. أيها الناس، انتهى صلى الله عليه وسلم من خيبر بعد أن طوقها يوم خان أهلها ونقضوا الميثاق وأساءوا المعاملة وتجرأوا على العهود. انتهى من حصار خيبر منتصراً فاتحاً، وكان جائعاً بأبي هو وأمي، جائع وجبال الدنيا تعرض عليه ذهباً وفضة، جائع والقناطير المقنطرة توزع على يديه لفقراء المسلمين، احمر وجهه من الجوع، وقد فتح الخزائن وفتح القناطير المقنطرة، فأتته امرأة من اليهود ودعته إلى طعام، وهو أكثر الناس بل إمامهم في التواضع، يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. دعته لطعام حكمة من الله، ليظهر الله أستارهم وليهتك أسرارهم وليظهر عوارهم، فأجاب معه 6 من الصحابة، وقدمت له اليهودية شاة مصلية محنوذة مشوية، وقالت: تفضل كل. ثم سألت الناس أي عضو من الشاة يعجبه أن يأكل؟ قالوا: يأكل الذراع، ليتألف قلبها، وهو القريب السهل المتواضع
الذي عطف الله عليه الأرواح وجمع عليه الأنفس، رفع الذراع ولاكه بأسنانه ووضع فمه الطاهر الشريف على الذراع، ولما أصبح ذراع الشاة في فمه أنطق الله ذراع الشاة بإذنه وقدرته، فقال الذراع: يا رسول الله لا تأكلني، أنا مسموم سمتني اليهودية لتقتلك، فلفظه ورماه. يا الله، محمد يقتل، محمد يغتال، محمد تدبر له مجزرة لترتكب أعظم مقتلة في تاريخ الناس وأعظم مجزرة في مسيرة البشرية وأعظم غيلة في تاريخ الكون. إذا قتل محمد فلتمت العدالة ولينتهي السلام ولتقتل الحرية وليكفر التاريخ وليدفن الدهر. قال الذراع: لا تأكلني يا رسول الله، سمتني اليهودية، فرمى بالذراع، ولكن السم سرى في جسمه بأبي وأمي ليرزقه الله مع النبوة الشهادة، ليكون سيد الأنبياء وسيد الشهداء وإمام الأولياء ورسول من خلق الأرض والسماء، جمعت له المحاسن. هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمز فيها فسار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقيت وريقه قد شفى عين الإمام علي. من الذي دبر له المقتلة والمجزرة والغيلة؟ إنهم الذين يقتلون شيوخنا في فلسطين، إنهم الذين يبجعون بطون أطفالنا في فلسطين، إنهم الذين يهدمون مساجدنا في فلسطين، قتلة الأنبياء. ماذا قالوا عن الباري جل في علاه الذي تفرد بالجمال والكمال والجلال؟ الغني يقولون فقير، الله فقير، اليهود يقولون الواحد الأحد فقير. أوحى الله لموسى يقول: يا موسى قل لبني إسرائيل أفقير أنا وأنا أغنيت من في السماوات والأرض؟ أفقير أنا وأنا أطعمت الكائنات وأنا أطعمت المخلوقات؟ أفقير أنا يا موسى ويدي سحاء الليل والنهار؟ أرأيت ماذا ما أنفقت من يوم خلقت السماوات والأرض فإنها لم تنقص مما في يميني؟ أفقير؟ يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. واليهود يقولون: الله فقير، الله فقير. اسمع رد القرآن، قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. الحمد لله، سمع الله، يكفي، سجل عليهم أنه سمع، سجل عليهم أنه علم، سجل عليهم أنه شهد، يكفي. سمعنا كلامهم، سجلناه عندنا، عرفناه، قيدناه. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما هو الرد؟ سنكتب ما قالوا. الله وعزة الله وكلمات الله إنها تسجل عليهم لتحفظ في يوم لا شفيع ولا خلة ولا نصير ولا مولى. ثم قال سبحانه: وأدهى من ذلك وأعتى وأطغى وأظلم، سنكتب ما قالوا. وقتلهم الأنبياء، وهذا سحب ملفات الماضي. يقول: أدهى وأعتى وأجور وأطغى وأظلم وأبطش، وقتلهم الأنبياء. لم يدبروا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قتلوا 400 نبي،
على رأس زكريا ويحيى، شدخوا رؤوسهم، قتلوهم، نشروهم، سفكوا دماءهم. الأنبياء يقتلون، وقتلهم الأنبياء هم الذين دبروا المكيدة. ثم قال سبحانه وتعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. ثم التفت القرآن إليهم الذين قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قال سبحانه وتعالى: فلما قتلتموهم إن كنتم صادقون أنكم لا تتبعون إلا أنبياءكم، فلما قتلتم أنبياءكم؟ أتى مجرم من اليهود من المدينة حاجاً أو معتمراً على دينه الباطل الآثم المزور، فوصل مكة ومحمد عليه الصلاة والسلام في المدينة ليؤدي أظلم شهادة في التاريخ، فاستقبله الوثنيون المشركون الذين أخرجوا محمداً عليه الصلاة والسلام من مكة، الذين طاردوه وشردوه وآذوه وسبوه وشتموه وقاتلوه وحاربوه. استقبل المجرم كعب بن الأشرف، فلما غدوه ألبسوه بردا ألبسه الله النار والخزي، ثم استقبله كفار مكة في مجلس كبير حاشد ليؤدي أظلم وأطغى وأبغى شهادة في التاريخ. قالوا: يا كعب، عندك علم التوراة، أنت عندك علم ليس عندنا، هم أميون عرب لا يقرؤون وليس عندهم كتب. نسألك يا كعب بالذي شق البحر لموسى وأنجاه من فرعون، هل أرسل الله محمدا رسولا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: نسألك يا كعب بن الأشرف بالذي شق البحر لموسى ونجاه من فرعون، هل نحن أهدى سبيلا أم محمد أهدى سبيلا؟ اسمع الجواب، اسمع الخونة أهل الغدر والخيانة ونقض المواثيق. قال: ما دام أنكم سألتموني بالتوراة وبالذي شق البحر لموسى وبالذي أنجى موسى من فرعون، يعني متحرج بلغت عنده الأمانة والذمة والورع منتهاه، قال: ما أنزل الله على بشر من شيء، قال: حتى موسى ترى ما أتاه وحي ولا غيره ولا سواه ولا قبله ولا بعده، وأما أنتم فأشهد أنكم أهدى من محمد سبيلا. فأتى القرآن ليرد عليه، لا مفاوضات، لا حوار، لا جدل منطقي، لا استدراج، لا مقدمة، لا نتيجة، لا خاتمة. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أبو جهل الوثني النجس النذل المشرك أهدى من محمد الطاهر العادل البار؟ محمد المعصوم المنزل عليه جبريل المذكور في التوراة والإنجيل صاحب الغرة والتحجيل أزكى منها أبو جهل؟ يا وثن يا ملعون. اسمعنا رد القرآن، قال: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لا مفاوضات، يقول سبحانه، لأنه لن يستدرجه في جدال ولا برهان ولا دليل. قال: أولئك الذين لعنهم الله. أنت ملعون أصلا، ما تستاهل أن يسمع منك ولا تفاوض ولا يقال لك أين التوراة أين الإنجيل، لا يكفي أنك ملعون لأنك قدمت شهادة آثمة يدوسها التاريخ بقدمه. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هؤلاء هم أبناء أولئك، السلالة الفصيلة النوع قتلت الأنبياء الذين سبوا الواحد الأحد. أتوا إلى من خلق السماوات والأرض، إلى العادل جل في علاه الذي خلق العدل، قالوا: يد الله بخيلة لا ينفق كثيرا على الناس. قال سبحانه يرد عليهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بخيلة
انتهت الشبهة بإيجاز. ذكر كلامهم للتاريخ وللدهر وللبشرية، يحفظه من يحفظه، ويعلمه من يعلمه، ويجهله من يجهله. التاريخ المفضوح المكشوف المعروض للناس تاريخ اليهود. قال سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة. هم قالوا يد واحدة، والله له يدان اثنتان كلتاهما يمين، سحاء بالخير الليل والنهار. قال الرد: هم قالوا يد. قال: غلت أيديهم كلهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم أدبهم القرآن في أكثر من موطن يبين لنا أفعالهم وشنيع تصرفاتهم، ويعرض تاريخهم الكاذب المكشوف. قال: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يا كعب، يا كاذب، يا مفتري، ما أنزل الله على بشر من شيء؟ قال سبحانه: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، التوراة الذي في يدك تتأكل بها وتزور على الناس وتخادع البشر، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا منها. هذا صنيعهم في فجر تاريخ الإسلام مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. دعوه، قالوا: نتفاوض معك يا محمد، ولا ينادونه بالرسالة تكبرا وبغيا وحسدا، يقرؤون في التوراة اسمه ورسمه وصفته. وقالوا الأنصار: سوف يبعث لكم عربي من مكة رسول من عند الله. فلما رأوه عرفوا الصفة بالمكتوب، والصوت بالصورة، والمقروء بالمشاهد. قالوا: لا، اختلف الوصف. قال سبحانه: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بعدما وصفتم وبشرتم وأخبرتم كفرتم. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. دعوه للمفاوضة وذهب عليه الصلاة والسلام، ولم يأخذ حرسا ولا موكبا ولا خدما ولا حشما ولا جنودا ولا بنودا. رعاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشم. ذهب، كان يحرص من الناس، فأنزل الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لا تتخذ حرسا، لا يحميك إلا الله، لا تتخذ جنودا ولا موكبا، عناية الله تكفيك ورعاية الله معك، والله يحوطك بعين رعايته. فلا تتخذ أمامك ولا خلفك ولا معك من يحوطك، يحفظك الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وانطلق بلا حراسة، والله يعصمك من الناس. تعرض لعشر محاولات اغتيال ونجا منها بأعجوبة، وبقي معلما حتى أدى الرسالة. فوصل اليهود معه ثلاثة، قالوا: تعال إلى الظل يا أبا القاسم، يظللونه من الشمس الخونة. فقربوه من الجدار فجلس موكلا أمره إلى الباري، مفوضا أمره إلى الواحد الأحد، القوي العزيز المطلع على السرائر، الواحد الأحد، هل تعلم له سميا؟ وكل أمره إلى الله: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. جلس ولسان الحال يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. والمكيدة تجرى على السطح. قربوا ريحا صخرة عظيمة يدفعها أربعة منهم، وقربوه من الظل ليسقطون الصخرة من على الجدار على رأسه. يقتل من؟ أزعيم؟ أفضل الزعماء، أعالم، معلم العلماء، أصالح، سيد الصالحين، يقتل. فقربوا الصخرة وبقي ثوان لتسقط على رأسه الشريف، لتنتهي
هذه النفس الطاهرة وهذه الروح العامرة ويقتل محمد ليبكي التاريخ ويندب الدهر وترثي الدنيا كل الدنيا. ثواني وإذا بالوحي من السماء: قم قم، اذهب اذهب، اخرج اخرج، الموت أقبل منك يدبرون قتلك. فوثب عليه الصلاة والسلام وتأخر عن الظل وعن الجدار فوقعت الصخرة مكانه، فدعاهم: يا أعداء الله، وجهز جيشه في بني قريظة واستلمهم صلى الله عليه وسلم وأذلهم. هؤلاء هم الآن يكررون تلك الأفعال الشنيعة، لكن هناك كان يقابلهم رجال قابلناهم بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، بأطهر من خلق الله، وأشجع من برأ الله، وأعدل من أوجد الله، وواجهناهم بعمر أعدل البرية في عهده، الذي هز الدنيا بقميصه المرقع، الذي قرقر بطنه على المنبر من الجوع عام الرمادة، قال: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. أيا عمر الفاروق، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك فاتح على بركات الله يرسو ويبحر. دخل بيت المقدس بثوبه الممزق، فقال له الصحابة: البس يا أمير المؤمنين، أين خدمك؟ أين حشمك؟ أين موكبك؟ فهز أصبعه، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، واستلم المفاتيح. تعودنا للمقدس إذا عدنا إلى رب المقدس، إلى من أوجد بيت المقدس. تعود لنا فلسطين إذا مرغنا لرب العالمين أنوفنا في الطين. وأتى صلاح الدين ليقود الأمة. من هو صلاح الدين؟ ما هي بطاقته الشخصية؟ ما هو حسبه؟ ما هو نسبه؟ مسلم عبد لله، ولي من الأكراد، فإن يكفر بها هؤلاء العرب فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من نصر الله؟ نصره الله حبشيا، هنديا، تركيا، فارسيا، تركمانيا، أي بشر، أي جنس ينصر الواحد الأحد ينصره الله. أبو لهب القرش الهاشمي في النار، بلال العبد الحبشي في الجنة. ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني. أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان. صلاح الدين من أي بيت؟ من بيت امرأة تحفظ القرآن. يا نساء المسلمين، أين من حفظ ابنها القرآن؟ أين من علم ابنها السنة؟ أين من ردع عيون ابنها عن المقت والرذيلة والخنا والزور؟ أين من سكب الطهر في أرواح أبنائها ليخرجوا لنا نسخا مكررة من صلاح الدين؟ وحفظ صلاح الدين الأيوب الكردي القرآن، وحافظ على تكبيرة الإحرام، لم تفته تكبيرة الإحرام في حياته، كان يقوم الثلث الأخير ويدعو الواحد الأحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، النصر من عند الله. فلما اعتصم بالله كان يقرأ الموطأ، كان محدثا سنيا مهتديا، نصره الواحد الأحد ورد بيت المقدس. فإن بقينا على ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا مع ربنا، فسوف ينشئ الله نشأ آخر وجيلا آخر، متوضئا صالحا طاهرا تاليا لكتاب الله، ليعيد لنا بيت المقدس. أما أن نأتي بعقائد هشة وبولاء منقوص وبعدم ثقة في الباري وتفويض أمر الله واتباع لرسوله، فأن هذا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. أمتي، أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمتي،
أمة القرآن أتلقاك وطرفي حاسر أسفا من أمسك المنصرم، كيف أغفيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم؟ أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ اللهم أعد لنا أمجادنا وارفع علامنا وسدد سهامنا وثبت أقدامنا ورد لنا فلسطين محررة إسلامية، ورد لنا المسجد الأقصى كريما معززا من يد يهود. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، أحمده حمدا لا ينتهي، وأصلي على النبي المعصوم هادي البشرية ومهدم كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. دخل عليه الصلاة والسلام المدينة، أقبل فاتحا، طرد من مكة شريدا، يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه. هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاهت وشاه؟ طرد وحيدا فريدا فقيرا، فأسس دولة في المدينة ملأت السماوات والأرض. واسمعوا إلى رجل من اليهود يروي أول يوم وصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لأنه أسلم وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبشر بالجنة، وهو الذي شهد شاهد من أهلها. يقول سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم؟ شهد منكم شاهد، صاحب التوراة، قارئكم وعالمكم عبد الله بن سلام شهد أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، كيف استكبرتم؟ كيف طغيتم؟ كيف بغيتم؟ كيف كذبتم؟ قال: كنت في السوق فإذا برجل يصيح في السوق: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فانقلب السوق بما فيه. من الذي تكلم؟ أفصح من تكلم. من الذي خطب؟ أفصح من خطب. من الذي تحدث؟ أعدل من تحدث. انقلب السوق، كان إذا تكلم عليه الصلاة والسلام توقفت القلوب، سالت الدموع، هاجت الأرواح، اشتعلت الأنفس. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. قال: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. هذا هو فجر التاريخ، هذا هو إمام الإنسانية. انقلب السوق، ترك صاحب البضاعة بضاعته، صاحب السمن سمنه، بائع الغنم غنمه، بائع الجمال جمله، الجزار جزارته، النجار نجارته، البزاز بزه. أقبلوا زرافات وحدانا، سعوا إليه وهو معتل في السوق كأنه سيف مسلول أو علم منصوب أو بدر في كبد السماء. فاقتربوا، قال ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه: يوم أراد الله أن يهديه فاقتربت معهم وزاحمت واقتربت، فنظرت إلى وجهي أولا فإذا هو ليس بوجه كذاب بل وجه صادق. تعرف الصادق من وجهه وعباراته وكلماته وخطراته وسكناته ولفظاته ولحظاته. فنظرت إلى وجهه فرأيت النور، البهجة، الإشراق، الصدق، العدل. وجهه يملأ المكان نورا، وجهه يملأ الأرواح سرورا، وجهه يملأ الأنفس حبورا، وجهه فقط يهتدى به. يقول أبو طالب عمه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يكفيك شاهد انظر في وجهه. حتى يقول ابن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. لا تطلب أدلة، لا تطلب براهين، انظر إلى وجهه فقط
صعد نظرك في هذه البسمات والقسمات والرسمات لترى النور يفاجئك ويدخل قلبك. قال: فنظرت إلى وجهه فإذا هو ليس بوجه كذاب. ثم يتكلم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام. اسمع الكلمات الدرر الجواهر، واليهودي يسمع مع المسلمين. أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فقام ابن سلام عبد الله اليهودي فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فسأله: من أين أنت؟ قال: من يهود، من اليهود. فتعجب عليه الصلاة والسلام ورحب به وحياه وأخبره ما أنزل الله عليه وما ذكر الله من أخبار موسى. فإذا الرسالة على نفس الرسالة، وإذا المعنى هو المعنى، وإذا الدليل هو الدليل. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يبهتون، يخونون، يغدرون، أهل زور، أهل كذب، لا تخبرهم أني أسلمت، لكن ادعهم يا رسول الله إلى بيتك أو إلى المشربة، واجعلني خلفك في غرفة واسألهم عني، ثم أخرج وأقول أسلمت واسمع ماذا يقولون. فدعاه صلى الله عليه وسلم فأخذه وجعله في غرفة وأغلق عليه. ثم دعا علماء اليهود 10 من أحبارهم، من دجاجلتهم، من الذين يتأكلون بالتوراة، المزورين على التاريخ، على الله ثم التاريخ. قال: كيف ابن سلام عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وحبرنا وابن حبرنا، وسيدنا وابن سيدنا. عالمهم هو عبد الله بن سلام، فقيههم. الآن هذه الشهادة 10 شهدوا. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف لو أسلم؟ ما رأيكم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. يقول: حماه الله من ذلك أن يسلم بك أو يصدقك أو يتبعك. قال: اخرج إليهم. فخرج قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وخبيثنا وابن خبيثنا، وكاذبنا وابن كاذبنا. قال سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا هو الشاهد، فلما لا تسلموا؟ عرف الحق وهو عالمكم، فلما لا تتبعوا الحق؟ فما المعنى؟ المعنى أننا نجابه قوما سبوا الواحد الأحد، وقتلوا الأنبياء، وكفروا بالشرائع، واغتالوا الحق، وحاربوا العدل في الأرض، فليس لنا معهم إلا أن نعود إلى الله، ونفوض أمرنا إلى الله، ونلجأ إلى الواحد الأحد، ونستجير به منهم لننتصر عليهم. فيا من أراد أن تنتصر الأمة، انصر الإسلام في نفسك، في بيتك، في أسرتك، في مدرستك، في ناديك. يا من أراد أن تعود لنا أرضنا ويحمى عرضنا ويكف الظلم والذبح والقتل والتشريد عن أبنائنا، استلهم الرشد من الواحد الأحد، اطلبوا النصر من الله، الجو إلى الله، جددوا التوبة معه سبحانه. يا الله، كان المسلمون في اليرموك والقادسية وعين جالوت وحطين إذا حضروا المعركة رفعوا أكفهم إلى الله، والآن نحضر فنرفع شكاوينا إلى مجالس الكافرة وإلى الأندية الغادرة، ونتكفف ونستجدي الأمم. يا الله، صلاح الدين يوم حضر في حطين يقاتل أعداء رب العالمين أهل الصليب، قال لجيشه: امكثوا، لا تبدأ المعركة حتى يصعد الخطباء في العالم الإسلامي على المنابر، فإنها ساعة استجابة. فإذا بدأ الخطيب يخطب وتنزل النصر من السماء، بدأنا المعركة. فلما صعد الخطباء المساجد في العالم الإسلامي، ماذا فعل؟ ألقى خوذته ومر وجهه في التراب واستقبل القبلة وبكى وناشد الله النصر.
وتوجه جيشه فأحرقوا الصليب وأهله وفتح بيت المقدس. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أيها الناس، أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أسأله بأسماء الحسنى وصفات العلا أن ينصرنا نصرا مؤزرا. اللهم ارفع راياتنا وأيد بيناتنا، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، اللهم انصرنا على قتلة الأنبياء الذين سبوك وسبوا كتبك وآذوا رسلك، اللهم مزقهم، اللهم احرقهم، اللهم دمرهم، اللهم شردهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ردنا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا، اللهم ارفع الضائقة عنا، اللهم ارفع الكرب وفك الخطب، فأنت نعم الرب. اللهم إنهم استأسدوا وبطشوا وسفكوا وآذوا وسبوا وشتموا، اللهم فنصرك الأكيد وبطشك الشديد يا ذا العرش المجيد، اللهم أهلك يهود، اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على النبي المجتبى والرسول المصطفى، اللهم اعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة جزاء ما قدم وبلغ ونصح وبين. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين المهديين ومن سار على منهجهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قريبا جدا إلى من يريد النجاح، إلى من يريد التميز، إلى من يريد السعادة، إلى من يريد الهداية. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم القمم لأهل الهمم، ألبوما من 4 أشرطة، صدر للشيخ. وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، فلا تحزن ولا تحزن ولا تحزن، تصبر إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب. بلغ به الحال إلى أن اهتز له عرش ذي الجلال والجمال والكمال، فجمعنا الله به في حسن المآل. واهتز العرش، كلام رجالكم وكلام نسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. واهتز العرش، يا رسول الله إن لصبر في الحرب، وجدت أن الأمة لا يشفي عليلها مقطوعة من فنان، ولا طرح من علماني، ولا هيام من شاعر، ولا خيال من فيلسوف، إنما يحييها ويرفعها ميراث من نبوة، وتركة من رسالة، وأثارة من وحي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الداعي ليس فناناً يداعب العواطف، الداعي وليس شاعراً يخرب الألباب، الداعي وليس فيلسوفاً يقنن القوانين، الداعي وليس تاجراً يجمع الدراهم، إنما الداعي تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام، مولاه الله. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.